الترا ساوند معناها ان الصوت اكتر من مقدرة عين ودانا ان هي تسمعه. الصوت العادي تقدر الودن تستقبله، لكن لو هو الصوت very high frequency اعلى من 20 كيلو هرتز، الفريكوانسي بتاعه ودننا مش هتقدر تسمعه. ده هو معنى كلمة الترا ساوند. الجهاز بيتكون من بروب بتحط على العين، في سورس هنا بيطلع لي الكتريستي بتمشي في الواير ده عشان توصل هنا. الترانسديوسر ده اللي هو بيستقبل الالكتريستي، اما الصوت الالكتريستي بتوصل له بيحوله لصوت. الصوت ده بيمشي لحد ما يخبط في حاجة ويرجع. نفس الترانسدوسر يستقبل الصوت اللي راجع ويحوله لإلكتريكال امبلس تاني. يبقى الترانسدوسر هو عنده صفة انه يستقبل الكرنت، الكتريكال كرنت، يحوله لصوت، وكمان الصوت اللي يرجعه تاني الكتريكال كرنت. ودي وظيفة كريستال موجودة جوه الترانسديوسر اسمها بيزو الكتريك كريستال. الصوت اللي راجع اللي اتحول لإلكتريكال امبلس بيخش يحصل له ماجنيفيكيشن ويعمل له ديسبلاي على شاشة الجهاز. الفريكونسي بتاع الالترا ساوند مختلف، يعني الابدومينال الالترا ساوند فريكونسي بتاعه من 1 لـ5 ميجا هرتز، الاوفثالميك الالترا ساوند من 8 لـ10 ميجا هرتز، اليو بي ام من 50 لـ100 ميجا هرتز. البيزكس بتاعت الساوند واللايت هما حاجة واحدة، لان هما الاتنين بارت من الالكترومagnetic سبيكتروم. احنا متعودين على اللايت الفيزيبل لايت بكل الكورس اللي درسناه في الاوبتكس، لكن لو نشوف بقية السبيكتروم هتلاقي لو نزلت هنا عندك اف ام و اي ام، دول راديو، والشورت ويفز راديو، والتي في. كل ال principles اللي اتعلمناها بالنسبة للضوء applied على الصوت. لو في ويفز واحنا في مركب، كل ما هتيجي ويف المركب دي هتعلى وتنزل، هي مش هتتحرك بعيد بس هي هتفضل مكانها وبتعلى وتنزل. لو احنا رمينا طوبة هنا في المية هتبتدي تتكون ويفز تو اكسباند من مكان ما الطوبة سقطت. اي ويف بنقدر نوصفها بثلاث حاجات: بالامبليتيود اللي هو مدى الارتفاع بتاعة الويف نفسها، الويف لينث اللي هو المسافة بين تو كريس او تو ويفز، والحاجة التالتة اللي هي الفريكونسي. فريكونسي معناها لو انا في المكان ده وعدى عليا مثلا 4 ويفز في الثانية، فانا بقول ان الفريكونسي 4 per seconds او 4 cycles per second، يعني انا طلعت ونزلت عدى عندي في النقطة دي 4 ويفز في الثانية الواحدة. فأقدر أقول إن هنا الفريكونسي 4 waves per second أو 4 cycles per second أو 4 هرتز. يبقى one complete oscillation إن الويف طلعت ونزلت ورجعت تاني، دي معناها one complete cycle، دي بسميها هرتز. فأربعة سايكلز بير سكند أو 4 هرتز. لو في مثلا حاجة تانية تبقى 100 سايكل بير سكند، 1000 سايكل بير سكند، 1000000 سايكل بير سكند. 1000000 سايكل بير سكند يعني ميجا هرتز. الفريكونسي والويب لينسز بيحددوا لي الريزوليوشن وبيحددوا له كمية التشو بينتريشن. يعني ايه ريزوليوشن؟ ريزوليوشن يعني كمية الانفورميشن اللي انا هحصل عليها من نقط مختلفة من الحاجة اللي انا بفحصها. لو فرض ان انا عندي هنا صناديق تفاح وانا ماشي فيها ويفز، ممكن امشي حاجة over short waves very high frequency، او ممكن امشي حاجة over long waves. هنا الويف عدت حسيت بالتفاحة دي، وبعد كده عدت حسيت بالتفاحة دي بس ما حسيتش بالتفاح اللي فوق، يبقى الانفورميشن اللي راجعة
هتقول لي ان هنا في تفاحة وهنا في تفاحة، but we missed التفاح اللي في النص اللي ما عداش فيه waves. لو نفس المنظر تفاح بس عدينا فيه short waves او higher frequency، هتلاقي ان كل تفاحة عدى فيها wave، وبالتالي اتبعت information ان هنا في حاجة. يبقى انا في الوضع اللي تحت انا قدرت احصل على information من نقط كتير قوي، لكن في الوضع اللي فوق احصلت على information من نقط قليلة. يبقى هنا resolution عالي وهنا resolution اقل. في عندي نوعين من resolution، في axial resolution و lateral resolution. axial معناها ان انا عندي information along الباث along عن طريق الصوت اللي ماشي في مساره. يعني افرض ان الصوت ماشي كده، حصل على information من الشخص اللي قاعد قدام، وبعدين من الشخص اللي وراه، من الشخص اللي وراه، ده اسمه اكزيل. lateral لا، معناها ان انا بحصل على information من البوينتس اللي جنب بعضيها، يعني من الشخص الاولاني واللي جنبه واللي جنبه. وبعدين مثلا ممكن يكون واحد اللي جنبه ويف تانية تجيب اللي جنب جنبه، لكن ما تاخدش بالها من اللي بينهم. ده معناها كلمة lateral resolution. لو نبص على الفيديو ده نلاحظ ان انا عندي راجل كبير ومع طفل صغير ماشيين مع بعض. الكبير بياخد خطوات قليلة والصغير بياخد خطوات كتيرة قوي عشان يمشوا مع بعض، عشان يفضلوا ماشيين بنفس السرعة. هو ده اللي بيحصل مع الضوء. الضوء الاحمر long waves، frequency بتاعته قليلة. الضوء الازرق شورت ويفز، الفريكوانسي بتاعته عالية، عشان يقدروا يمشوا مع بعض يوصلوا على نفس النقطة. لو تخيلت ان انا عندي ده الراجل الكبير عشان يقطع مسافة متر خدها في خطوتين، يعني 50 سنتي في 50 سنتي. الطفل الصغير خدها في 10 خطوات عشان هو مسافته قصير، رجلي صغير. طيب معنى كده ايه؟ ان لو انا عندي ارض طين والاتنين دول ماشيين مع بعض، ده مشي جوه الطين مرتين، ده مشي جوه الطين 10 مرات، يبقى ده ابر ريزيستنس، مقاومة عالية بالنسبة لده، وبالتالي الطاقة بتاعة الطفل ده هتخلص بسرعة قوي قبل الطاقة بتاعة الراجل الكبير، عشان هنا قابلنا ريزيستنس مقاومة عالية وهنا قابلنا مقاومة اقل. وبالتالي بعد شوية اللي هيتعب ده والطاقة بتاعته هتخلص مش هيقدر يكمل، مش هيقدر يخش deeper and deeper في التيشوز. عشان كده الشورت ويفز ما بتقدرش تعمل deep penetration، واللونج ويفز تقدر تعمل more and more deep penetration. يبقى عندي حاجتين عكس بعض. لو الفريكونسي عالي بتصل على information من points كتير، لكن ما اقدرش امشي deep في التيشوز. لو الفريكونسي قليل اقدر اخش deep في التيشوز، لكن الريزوليوشن اقل. وهو ده الفرق بين الالترا ساوند واليو بي ام. الاتنين الترا ساوند لكن الفريكونسي مختلف. فالالترا ساوند يقدر يصور لي لحد الباك اوف ذا اي اوبتيك نيرف والاوربت، لكن الالترا ساوند اخره هيوصل بس لحد الباك سيرفيس اوف ذا لينس، يعني يوصل للايرس ورا الايرس وانتهينا، الانرجي انتهت. فادي البروب بتاع اليو بي ام مثلا 50 ميجا هرتز، بنتريشن 4 ملي بس. الالترا ساوند البروب 10 ميجا هرتز، بنتريشن 4 سنتي، لكن الريزوليوشن هنا ما بين كل نقطة والتانية 40 مايكرون، هنا الريزوليوشن 940 مايكرون، هنا الريزوليوشن قليل بالمقارنة الى اليو بي ام. لو هكمل واشوف ال OCT ده هنا ليزر لايت، هتبص تلاقي ان even very higher and higher frequency، وبالتالي بيجيب لي صورة احسن من اليو بي ام، بس البنتريشن اخره الايرس، ما قدرش يعدي حتى ويجيب لي اي information posterior to the iris، لان ده لايت ومش هيقدر يعدي.
الريزوليوشن في اليو بي ام ده الفريكونسي، لكن الريزوليوشن هنا اعلى في الاو سي تي عن اليو بي ام.